السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز عبدي، وكديرين لاباس عليكم بخير هاني، عواشركم مبروكة. اي من عرس الصداقة من عاد سيب شعيب الهتهوت الفحل ديال عبدة ديال الحويجب، تبارك الله على سيب شعيب. هانتوما حنا راه سالينا الخدمة بالليل، مشينا ضربنا واحد بريكول بالنهار ورجعنا دينا الماتريال. هانتوما كيف ما كتشاهدوا شعيب مول العرس كيما يدوزوا عرس وليداتكم وبنياتكم، الله يكمل بخير، كرمنا تهلا فينا، داز العرس زوين، كلشي كل كلشي شرب كلشي مشى فرحان وشاط الخير، والهدف هو السلامة. الله يثبت العرس، الله يخلي لك صحتك ووليداتك. يلا تبعونا لدار القايد سي عيسى، دوار القدادرة، الروت القدادرة. حنا ان شاء الله بعد ما شرجينا حنا خارجين من دوار الحويجب في اتجاه ديال دار القايد سي عيسى بن عمر. مالي الصداقة راه من قبيله هما يعيطوا، ولكن كاين الماتريال كاين العويل الحمد لله، حاجة الله يقضي الله. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا حنا غاديين في دار السي عيسى، بقات ليها 12 كيلومتر، اسفي هنايا 35، الغربية من تليتة سيدي عيسى 23 والزمامرة 41. حنا دابا في تلات سيدي عيسى، هذا المركز الصحي وهذيك القيادة وهذه الجماعة وهذه الطريق ديال دار القايد سي عيسى من هنا. حنا وصلنا للبراج ديال الماء، هنا فين كتقوم التصفية البراج ديال الماء هو هذا، والساقية هي هذه كيف ما كتشاهدوا. الله الله كرديتينا عامنا ودي عبد السلام، نمشيو نعومو في البراج. هنا هانتوما كيف هنا البرسيم، هانتوما كيف ما كتشاهدوا. غادي نحش غير البرسيم، هاي غنديرو بحال شكل الخبويزه. يا بسم الله، هانتوما اللي ما يعرف البرسيم راه هو هذا، هانتوما باكم العبدي ولطيفه. الناس عقل المشموم ديالنا هو انا غنعطيكم على البرسيم. أبارك عليكم على البرسيم، بارك علينا البرسيم. عرفتي البالا ديالته شحال غالية؟ أغلى من طاطا وخيزو. حاولين نهار الجمعة مزيودة فيه 20,000. والمغاربة ولا للعيد الكبير، أنا غندبحها في الروج، أنا كاسبو في الخيمة. قال لك الحاولي داير داير 80,000 واش باقي؟ هاربي واش هو ياسر واش هو سنة ولا شناهو؟ بغيت نعرف ولا تباهي واسيدي ربي. عطيتهم لي أنا مسفحين، عطيتهم لك بحوايج ومعديهم، فمالكم البرغازة؟ البرغازة الفلاح مسكين الله اللي عالم به، وانتم تدوا السوق تشرو ب 10,000 وتبيعوه ب 30,000، انتم اش غتقولوا لسيدي ربي؟ انتم عا قولوا لي خلوني أنا، ما فكرتوا بهجالات. كاينة اللي ما عندهاش عشا ليلة، أما كاين لا تقاعد لا ماندا لا 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 إلى آخره. نطلبوا الله وسيدنا، نطلبوا على سيدي ربي وسيدنا يحن فينا ويحن في الدراوش في الشعب المغربي. ما راه ما بقى ليها، ما كاينش الرقابه، راه ما كاينش الرقابه، ما كاينش طريفه. واش عباد الله اللحم داير 1600 الكيلو والحولي داير 80,000 ريال ولا ب 5,000 ريال الكيلو؟ واش هاد الحولي واكل اللوز مع القرقاع؟ وإلا كان على الربيعه ورانا يضعف الخلا. واسيدي ربي واسيدي ربي، وعجل بالشمس طلع من 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 البحر دغيا. خليني نمشي، خلي نمشي ندني ليه ندني عليهم العز بيكم. الله الله على البطيطيش والف. وقال لي اللهم تشميسه ولا تخميسه، عينا بالتخماس على عباد الله، لا كاين فرح. والمتسبعين عشي بريري ديالها تاع شي طويجين على الوقيد، ماشي تاع الفاخر على الوقيد. خلو اي الوقيد راه تاع الحصاد، ملي كيولي الحصاد والارض صافي كتشهاب كتولي عصف راه كيوجي، كنبداو نوقدو الطاجين. اي الله الله عليك البطيطيش، مرحبا بكم، راه ما كاين ما يدار في الدنيا، خرجتي من باب ودخلتي من الاخر. انت العدس لطيفه عاودي نحشو. هاي رمضان قريب غايجي مع رمضان قد قد سبحان الله العظيم. الزرع كيتحير الحمص، راه العدس هذا ماشي الحمص، هذا الحمص. ايه والله الا الحمص، والله يكمل بخير والله يسخر. شي دعوه ديال الخير المتسبعين، الله يغيت هذه الارض، الله يرحم الوالدين، الله يرحمنا ويرحمكم ويرحم جميع المسلمين بالغيت. هانتوما تبارك الله ما شاء الله الحمص، ولكن خاصه شويه ديال الماء. عبده بلادها الزينه وترابها الزين وناسها مزيانين والمغاربه كاع مزيانين، ولكن نرجى في الله الرحمه والعفو من عندك يا سيدي ربي.
نرحمها وغيتها من عندك، نطلبوها لنا وليكم ولجميع المسلمين في اي ارض. احنا ان شاء الله في اتجاه ديال دوار القدادره، بالنسبه للدوار هو هذا، هذه هي الدار اللي غتكون فيها الصدقه ان شاء الله. الله يرحم اللي باقي ويطول في عمر اللي باقي، الله يرحم اللي مشاو ويطول في عمر اللي جاو. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كنشاهدوا معنا الطبيعه والدنيا خضراء تبارك الله ما شاء الله. ها الخزين فين منصوبين وواقفين. هاد الدار تقريبا خدمت فيها دابا شي رابع مره، ربعة المرات. هنا كنقول لكم المعقول كيعيش هاد الناس ربعة المرات دابا اللي غنخدم ليهم، ربعة المرات، جوج صداقات وجوج العرس، وهذا هو حال الدنيا، شي غادي وشي جاي. العز بكم خوتنا المغاربه، مرحبا بكم. احنا دابا ان شاء الله وصلنا لمكان العمل، كيف ما كتشاهدوا هو هذا. الفرينات هما صوبتهم على الحيط، هاد البلاصه يعني مسدوده نقيه، مشطبين مقادين كيف ما كتشاهدوا. وهنا ان شاء الله فين غنديروا الغسيل، الباب هو هذا. بالنسبه للفرنوات حتى هما صوبت لهم بلاصتهم، وحوايجي الطيابات طيابات اي ملي تمشي للعروبيه ما تقلبوش على الوتاد. عاشق عاشق علقوا بسيكانكم صاك الفنان، وهذا الصاك ديالي التليفونات والدواء، وبالنسبه للصاك الاخر هو ديال الحوايج باش غنبدل. وهنا البوله دائما ديال 600 ريال هذه واقيلا ولا شحال، المهم هاد البيضه ما عرفتش بشحال ما عقلتش، وكابلي 40 متر. دابا هنا البلاصه ما فيهاش الضو، غنجيبوا الضو من اللي هي 40 متر، هي ما واصلاش ولكن 40 متر. غنخدموا بمولينكسات نطحنوا الربيع الثومه الحامض المسائل. بالنسبه اليوم عندنا 90 طير ديال الدجاج و80 كيلو اللحم، راه عندكم في القناه. شاركوا معنا الاجواء ديال الصداقه لان عطيتكم العديد منهم المقاييس، والناس اللي ما شافوش القياسات دخلوا القناه وبقشوا، راه من فروج حتى ل 340 طير ديال الدجاج. الفيديو اللي حطيت لكم اليوم، اليوم شنو هو ان شاء الله، اليوم الاحد نسعى والسلامه، الفيديو كان ديال نهار الخميس ديال صدقه الحاج بوعبيد، دوار قراوه فيه 100 ديال الدجاج، وقبل منه عطيتكم ديال 100 ديال 160 طير ديال الدجاج وتورا عفوا من عشان راه باز ليا ما كاين بس. المهم اللي عنده شي طانسيو يصيفطوا لي انا ولطيف، انا مزاوك فيكم نقسموه والله الا مقردين. خبز الحلال اي خدموا بريال تحاسبوا مع اللي جالس، يعيا من يعطي ما يعيا من يشد. حنا الحمد لله ما كاين اهل، اللهم لك الحمد، خدامين بعر كتافنا، قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، بخير وعلى خير، والعز بكم والباقي خبولات. وبارك رمضان، فين وصلتوا في التحضيرات؟ عقول يا فين وصلتوا؟ انا الحمد لله تمن الصلاه صليتها وجدتها الرمضان باش نسالي كل شيء وجدته، قلت لكم درته في الفريقوات وخبيته، ما تلوضوا ولا نعود يتبطل لي الوضوء ولا شي حاجه شي نهار. المهم توا راه مخبي كتبرر، راه كانت تيمم عا تيمم راه قاضي الغرض. لطيفه وجدتي شي بغرير شي شباك هي شي صفوف؟ باقي خويا ما كاين حتى حاجه هاد الساعه. امالك يا خوتي هما مال فكاع لك والله يجيب. واخا بي على الماء ديال الوضوء بعدا خبيه. الماء عطاه الله. ايوا الحمد لله. الحمد لله وشكرا. قال لك كل شيء كيه. هذه هي اللي بغيت نسمع. الله يرزقها الصحة والسلامة. كل نهار ورزقه. والله العظيم لا كل نهار ورزقه في رمضان وبخير وبرزقه وتبدير لاش. انا ملي كنوض حشاكم الصباح وكنشوف ديك التوارد ديال الدار ديال العباده وديال الصاله ماشي والله الا كيضر لي خاطري. الخبازات مكركره والخضار انت شمع الحاله، بنادم راه عاي يقول المغرب الله اكبر، تاكل ديك التمره وصافي كنت شبعتي من عند الله. هذوك حتى الناس ما كتمشي عند الناس في هذا رمضان، كل شاد خيمته. ما بقاوش دوك الناس ديال بكري فطر عندي الفطر عندك، اليوم راه اكل اي يا ربي يقول لك صباح الخير مساء الخير، راه ما ساكنين معاك في العماره وما يسلموا حتى ديك السلام ديال الله سبحانه وتعالى ما كيقولوهاش، والعديد منهم انا كنقولوا اطويل، اللي بغى يتفقع يتفقع، واللي بغى يشرب البحر مرحبا، لا جا حلو، ما جا حار راه الواد الساقي عندنا راه حلوه كتكب فيه، دوزوا من هاد الجهه. راه كندوي معاكم بالمعقول، الصلاه والدين والعباده هما الاساس في الدنيا، الخدمه خدم،
كل بالرزق. الله يعطيك، خبي الفلوس ماشي مشكل، دير لاباس تكون في فيلا تكون في قصر ماشي مشكل، ولكن دير في راسك واحد النار ملي غادي تموت غادي تكون عف قبر بحالك بحال غيرك، واخا تكون اللي عنده بحال اللي ما عنده، ما عرفت كيفاش تكون، واخا تكون اي مستوى واي حاجه اي منصب عندك، كيقولوا مسكين جنازه رجل او جنازه امراه ملي كيتموا جايين يدفنوك ويرجعوا، وتلقى لصحاب السؤال قول لهم واش كنت تدير، قول لهم كنت ندير التحضيرات ديال رمضان، اي كنت ندير التحضيرات ديال رمضان، اي حاجه غنسالوا عليها غدا يوم الله، على صله الرحم على الوالدين على الاولاد على المال على الكلام الطيب على الكلام السوء على اي حاجه، يا ربي تدوزنا من الفضل وتغفر لنا ولكم ولجميع العباد، يا ربي انا والله الا ملي كنشوف الروضه الا كنشبع، كنقول لهم السلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون ونرحل بكم لاحقون ان شاء الله، كنشوف كنقول كلشي مات، المهم حتى واحد ما بقى، تلفت ورايا بان لي كلشي باقي حي، اي ولا التملج كاع باقيين يدوروا دوك اللي على بالكم، ولكن حمدنا ربي الله يعطينا ويعطيكم الصحه، هي الفضل هي راس المال. هنا ان شاء الله باش تشاركوا معنا واحد الغديوه ديالتي، شكون جاب لكم هاد الغدا لطيفه؟ عزيز هانتوما الخبز راه من الفران بلدي ديال الدار، ها مغربل مقرص بالروس بقمح وفرينه، وهنا الكنز الثمين بسم الله افتح يا سمسم، المرقه ديال الخرشف والزيتون مسلاله وبطيطه، مرحبا بكم الفنان، جيت لقيت الدار مطيبين الغدا، خوي القدره على فمها تخرج البنت لمها على المرضي غيحضر في هذه، والمسخوط ما غيحضرش، هانتوما ولا كنتي من المساخط تعال كل معايا كنتي من المرضيين سير بحالك، لا بغينا عميده صغيره، تعالوا الدراري تعالوا تغداو معنا، هذا عندي حمل بغينا وحده صغيره قبلوا علينا، فهمتي هنا بالنسبه للدجاج هما جابوه كيف ما كتشاهدوا، ديما هاد الجنيوحات احنا كنحيدوهم احنا ما كنستافدوش منهم كنخليوهم للناس، كيتفرتكوا الاغلبيه ديالتهم كيتفرتكوا في سميتو في الطنجره، انا سيرتو ما كنعقدش الدجاج، راكم عارفين الطريقه ديالتي، هنا كيف ما كتشاهدوا الدجاج هو جمعنا ليه الاقامه ديالته، وحتى اللحم حتى هو جمعنا ليه الاقامه ديالته، كنسهل عليه الماموريه الاقامه ديال اللحم راه ما بعيداش من الاقامه ديال الدجاج الا بالحامض مصير تقريبا، غير بالحامض مصير الدجاج فيه الحامض مصير واللحم لا، هذا الشيء اللي كاين، المهم مرحبا بكم، واللي شر منها راه حنا كنديروها بحال هكا، هنا كي دائما كنقول لكم هاد التير الاول سيروا به على هاد المنهج هاك، هانتي لطيف خشين فوالا، التير الثاني غادي نتقلبوا الدجاج مثلا، هانا غنوريكم انا على طريقه بحال هكا، هانتم هذا غادي من هنا، هاد التير ديما ترجعوه للاتجاه المعاكس باش الدجاج يجيكم مقاد ويجي مشبر بعضياته بحال هكا، حتى الرجلين ما يتحلوش، وملي تبغوا تمرقوا الطنجره يعني قبل ما تحطوا الطنجره فوق سميتو ديما الماء سخون، حركوا الصدر بحال هكا، ملي كتحركوا الصدر هاد الجلده ما كتلصقش لكم في القاع، الا خليتوها كتلصق في القاع راه واخا ديروه على جنب ضروري ما غتشد لكم، ديما الدجاج كيبغي يتحرك بحال هكايا بهذه الطريقه بهذا الشكل بحال هكا، انا راني عباكم العبد راجل شارف ولكن كنوريكم الاسرار حتى لما نخليكم مورود ثقافي، سيري بحال هكا لطيفه، هانتي اللي قدي ديريه هكا واللي قدك ديري لهاد الجهه صافي، والفنان قلت الفنان عايز ديه في طنجره وحده، حنا راه دايرين الدجاج متلينو عابينا حنا هاي ما غنمثلو بحد، اللي هاد اللي رقيق قلت لطيفه واللي غليظ قلت الفنان واللي مصد قد ديانا، والعكس صحيح العكس صحيح. هنا دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا ردينا الدجاج كامل 90 ديال الدجاج، واحد الله جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال الطناجر، وهنا القناصي صافي الزيتون راني فين درتو، جلوف ديال الفاخر باش غادي نديرهم في الفراينات، شاطت ليا طنجرة، العيالات كيصابوا في البصلة، وهانتوما معانا، وديما الغسيل وتشلال والبرميل حدانا، صافي هادشي اللي كاين، هنا البصلة حنا صافي كنقوها ونقردوها في نفس الوقت. كنربحوا الوقت، اللحم باقي ما رديناش، دابا يلا 4:15، يطيب الدجاج عاد نفرغوا الطناجر، نفرغوا الطناجر إن شاء الله نغسلوهم ونديروا اللحم، يطيب مع الحطان قد قد، باش ما يبقاش يطيب ويتحط، إلا اللحم طاب وتحط كيولي زرق، ما كتبقاش فيه شي معنى، هادشي اللي كاين.
كلاص عنبي. هنا الدجاج هانتوما طاب، صفيت على كلاصوص ديالو باش نثبت معاكم، نعطيكم الدور. دائما البنات كيسولوني بلاتي خالتي، خالتي راني كبر منها، هاي نقولها خالتي باش نحيد نلقى عليها العين. العيالات اللي بغيت تقهرهم قول لهم خالتي ياك. كنا في السوق واحد النهار، واحد خينا ويقولها بلاتي بلاتي الوالده، هي تقول لي الوالده يمك. قلت لها الله ابنيتي مالكي مالكي ما قالت لي، قلت لها وليدي سير قلت لي تكمش تمال العيال ما كتشوفش، قلت لي سير عند الدكتور قلت ليه يدير لك النظاظر. المرأة على مجهود الدريه باقا باقا صغير على مجهودها، قلت ليه وانت قاعد تقول لها امي او او قال الله نضحكوا. يا ودي اش غنقول لك؟ المهم انا صار منك تقول لي خالتي، نقول لك خالتي باش نبعد منك العين. ماني معين انا في الفيا، ياك يقولوا لك خالتي كلشي الدواور ولا يقول لك خالتي واي ها ايوا وخالتي الفنان. المهم هاد تما نضحكوا انا والدريات، 12 اخرين هما طابوا ان شاء الله كلشي غادي يطيب. شوفوا الجمر، الله الله عليك الطيطيش، كون مع هاد المتتبعين يا ربي تجيب لهم الرزق وتجيب لهم التيسير وتجيب لهم الغنى والهنا، وتصومهم هاد رمضان اي تصومهم لينا على خير، ما ندوي في حد ما يدوي فينا حد. لطيفة قالت لك ماك تقول لي خالتي وانت كبر مني، قلت لها وعلى انا غنقول لك خالتي نكبر راسي كبر منك، ضحكوا عليا الناس. قلت لها علي في اليوتيوب يقولوا بوال عبدي، وانا اللي في الدوار يقولوا عزيزي، اللي في الدار البيضاء يقولوا عزيزي، خواتاتي الصغار تيقولوا عزيزي، اي عاده وتمي تي ولا تقول عزيزي، امي مسكينه تا هي في عمرها اي زايده واقيله واقيله اي قبل رفود الملك، امي قبل رفود الملك زايده، الله اعلم. دابا نتاكد ونقول لكم رفود الملك زعما هو الهزان، كانوا بكري التاريخ ديال الناس زمان، كانوا ما عندناش هذا التاريخ اللي كاين اليوم 1900 وكذا. المرا بكري كنتي تسول ولا الراجل يعطيك واحد العام، يقول لك عام البون، عام القيس، عام الجدري، عام طاعون، عام يرني. شويه سيدنا محمد الخامس الله يرحمه بعد تهز، نقولوا بعد تهز رفود الملك، وملي جا يقولوا ثاني رجوع الملك، وملي كيتزاد شي امير من الامراء تحيه لهم كيقول لك راه حنا قريل الامير فلان ولا الاميره فلانه. هذا هو التواريخ اللي كانوا ديال الناس بكري. اليوم راه كاين التاريخ محطوط في الحاله المدنيه وفي الجدر ديال الحاله المدنيه، وحتى في العماله حتى هو كنلقاوهم تيتراهم دايرين لنا المحافظه. الراجل ملي كيتسولو يقول لك يلاه عنده 16 عام، والمراه ملي تسولها تقول لك يلاه زايده. حتى واحد الله يستر او سيرتو مع هذا البوتوكس ديال زي لا لطيف. غنمشيو لتركيا بنيتي، وديني لتركيا تاع حارقني من رجلي، بغينا نديرو على زيت سارقه. قال لك يديرو على زيت سارقه، زيت سارقه ديال مولين بكري كانوا يطيبوا به ديال القراعي، دوك القراعي اللي القراعي اللي عندهم الكاع راه كانوا يقلبوا عليهم، راه قال لك ساوين وعرف الفلوس، بغيت تلقى شي قرعه لا يوخا ندير فيها الريحه نشربها. هذيك القراعي ديال سارقه اللي كانوا بكري كنا نشرو القراعي ديال الزيت ديال الدجاج، قال لك يقلبوا عليهم هما مع الحجر ديال الكرد شي رحا واقيلا. هاي قالت لي عندو شي رحاق ديمه كحلى بحال شدي هوك دوك ديال المعدن. ما عرفتي خيتي انا كنسمع الناس كيقولوا والله ما عارف شنو كاين. المهم مرحبا بكم، الله الله عليك الطيطيش، الله الله عليكم الرماو مالي المكاحل ضاربين البوحه في السما ومطيحينها في الماء، الله الله عليك سيدي عيسى المخلوف من الخمس باب، الله الله عليك سيدي النايم ورجال الحاجب، الله الله عليك سيدي حبابه وسيدي بعزي، الله الله عليكم. اي 1200 ولي صالح اللي كاينه في عبده، راني عباكم العبدي بوهالي وهبيل مقاري ما مسكول عمر السكويله ما دخلت لها ولا شتها، شاد على الاجازه انا كملت قرايتي طلبوا لي واحد المبلغ وانا نقول لهم خلوني هنا اي على الكشاشن بارك عليا انا ندير على الكشيشينات ونحمد الله اي نحط راسي على المخده ونرقد ونقول الحمد لله. ما يتساني قرض، ما يتساني بنك شعبي، ما يتساني تجاري وفا بنك هذاك عا كذاب، ما يتساني بي ام سي اه، ما يتسابني بي ام سي اي، ما يتسا اه كل شيء. واحد راه اليومين في السوشيال ميديا قال لك شي ناس حطوها في البنك كاين على الملايين، ملي جاو قال لك الكونت عندهم لقاو تما نيت ما كليتوهاش في كروشكم، ما صدقتوا فيها ما زكيتوا فيها ما شتوه الجالات ما شتو باكم العبدي مسكين مريض الله اللي عالم بيه سيتعالج، سركم تمشي ليكم الله الا سركم. ما كاينش كوفر في الدار ولا ما عندكمش كونفيونس اللي عندو شي ريال يهودو مع قرجوتو اي ربما ربما. قالت لطيفه واقيلا الساعه قربت اي على الساعه الجديده راه غيحيدوها حيدوها حيدوها ايوا هاتوا هاد الصندوق تقولوا نكذب
حيدا معاش هي انا وصلت للدار وصلنا مع الجوج وتتقول لي انا ثلاثه لارو انا عارفه هي راهي كانت جوج لارو بهذيك الساعه وراه عندي تليفون صغير وراه ما يبدلوش قول للراجل كيشري لك التليفون الكبير هو اللي بقى لينا مالو اش خاصك الحمد لله والشكر لله ياك على القفه سير تفرق يعطوا لينا هو ما عرفش واش قيدونا ولا احنا مالنا هجالات غيقيدونا كيقيدوا على الهجالات انا بعدا ما هجالش اي انا باقي ما تقرملتش المهم حنا كنضحكوا عايشور مع عايشور كنخلقوا السعاده باش يجينا الميلود وشعل الميلود من بعد سيدنا العيد الكبير العز بكم والباقي خبولات ها الخبولات انا رعبوكم العبدي ما تصبروا ليه والو هاي الله يبوكم وشديتكم حتى ندير لكم كي جدي عيسى بن عمر ندير لكم تشافر نبني بكم حيط هاي الله يبوكم شكون الشيخ بن طالب الشيخ بن طالب كان عاديل هادوك هاي بلا ما نورقوه الله يرحم الشيخ بن طالب الله يرحمك جدنا جدنا بن طالب الله يرحمك تبارك الله الحمزين تحيه للعالمي القزار تحيه ليك سي العالمي ولد خالي العالمي ولد شريف ولد شريف بوعناني هانتوما تبارك الله وسط النبي الله يعطيك الخير احنا 80 كيلو ديال اللحم غادي نفرقوها تقريبا على 4 طناجر غتخوى لي هاد الطنجره ونحطها لهيه ونقسمها صافي ان شاء الله وتابعونا بالنسبه لل 80 كيلو ديال الحمر اللي عطيتكم المقادير ديالها تقريبا غنخدموهم بحال بنص رابعه من الحاجه الا البزار غنديروا فيها مثلا جوج عواشق ولا ثلاثه ماشي مشكل والضامه ديال الزعفران درت ثلاثه الباكيات ديال ضامه الزعفران حتى لاربعه والسمن والزبده واليوم طيبت بالثومه اليوم درت تقريبا شي نص رابعه ديال الثومه مع الحامض خضر مع القزبر مطحون صافي وخلطت كل شيء الاقامه والزبده والزيت العود راه هذه هي العطريه وبسيبيسه وقع قلة بالطبيعه هانتوما بحال هكايا وكله وجهدوا من 2 كيلو 2.5 3 كيلو 4 كيلو كل واحد يدير على شما قد هذا الشيء اللي كاين هانتوما بالنسبه لهذه حنا قسمناها على جوج وهذه حتى هي غادي نقسموها على جوج كي قلت لكم بعد ما تخوى لي الطنجره هنا ان شاء الله اللحم ها هويا كيف ما كتشاهدوا صافي راه شفناه شر منه هذه دجاجه هذا صافي طابت الدريس هذه هي طابت هذا الحم كيف ما كتشاهدوا وهذا اللحم صافي اللحم راه عندكم الطريقه راه كنقلبوا ونمرقوا نخليه يطيب نغطيه ونخليه يطيب هذا طابو هاري الفنان الفنان هاري الشيفون هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا صافي كي قلت لكم الحيمه تما سيطيبوا البصله ها هي طاحت تعلكات الناس راه سيرين كيتجمعوا الدجاج اللي حمرناه هو هذا خصني ضروري من الفلاش حمام مريم الحيمات هنا داك القناصي نقولوا القشاوشه هما هادو اما كيشربوا هنايا مزيان وما تبقى من لاصوص اخر هو فرقوا باش يشرب ملي كيشربوا كنجمعهم عاد ندير عليهم ديك البصله اللي غادي طيح صافي بالزيت وبالطبيعه هو سلقت ودابا باش غنصفيه وناخذ واحد شويه لاصوص من هذاك ونضيفو عليه والدجاج راه دائما لتحت والله يجعلها صدقه الله عند بو حسن والله يرحم جميع المسلمين والمسلمات ويجعلهم في الفردوس الاعلى ان شاء الله هنا ان شاء الله عندنا 17 طابله ديال الترجال غادي نحطو الدجاج محمر ناضي هانتوما كيف ما كتشاهدوا الزيتون كلشي سخون الحمد لله فوق الفرن يلا هزوا الدراري هزوا يلا هي تمن 17 حطه كيف ما كتشاهدوا مسحه لطيفه الجناب ديال الطبسيل ودوزين هنا بالنسبه للحم ها هويا حطينا لهم كيف ما كتشاهدوا بعد ما حطينا لهم الدجاج